سلام نشرف المجموعة الإقليمية البث الوطني مختلف بتكريمكم ونشكركم على المجهودات المبذولة من طرفكم وكان الطاقم الطبي لمستشفى شرف. قامت قيادة المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بالشلف بهذه الالتفاتة من أجل رفع معنويات الجيش الأبيض الذي يقف سدا مانعا في معركته ضد هذا الوباء الفتاك وتنفيذ تثمين جهوده المبذولة في ظل هذه الظروف التي تمر فيها البلاد.